طيب احنا دلوقتي عايزين نبدا نعمل عمليه ثانيه غير العمليه دي، هي ان احنا عايزين ننشئ الداتابيز نفسه. فانا هعمل انذر اكزامبل. تمام، المره دي انا عايز ايه عشان نبقى واخدين بالنا، هكريت نيو داتابيز. ماشي، طيب عشان كريت نيو داتابيز هتلاقي ان اليو ار ال بقى بيختلف، مش كونكت على الداتابيز دي خالص، مش هنعمل كده. هبتدي كلمه داتابيز وبعديها بنكتب اسم الداتابيز اللي احنا عايزينه. تمام، اسم الداتابيز اللي احنا هننشئها، فلازم يكون اسم طبعا مش موجود، لو موجود هيضرب برضه، هيبقى معناها ان الداتابيز دي اوريدي اكزيست او هي موجوده بالفعل، وما نقدرش ان احنا نكريت الداتابيز بالاسم ده. طيب هكريت الداتابيز هنسميها ايه؟ هسميها مثلا دي بي لاب مثلا سلاش، بعديها بحدد الداتابيز دي يعني على الميموري ولا داتابيز لوكال على الهارد ديسك، فهقول له دي بي لوكال. خلاص بقى كلمه بس داتابيز دي بي لوكال على بي لوكال، اسف انا سميتها دي بي لاب، انا ده اسم الداتابيز دي بي نيم، وده البي لوكال اللي هو الانجن بتاعنا هيبقى على داتابيز اللي هو على الهارد مش ميموري او رام يعني، ودي اسم الداتابيز ودي ايه داتابيز، ودي كده المفترض ان هي هتضيف داتابيز، فمش معقول يكون ريكوست على جيت، صح؟ اكيد هيبقى ريكوست على ايه؟ على بوست. تمام؟ ريكوست على بوست. طبعا والاوثنتيكيشن اجباري. الاوثنتيكيشن هيبقى معايا في الحاله دي اجباري برضه. طب هنا لما بتيجي تعمل بوست ما بيرجعلكش 204، بيرجعك 200 لو كانت الحاله سليمه. وطبعا مش هقول له كونكتد تو ذا اوريان داتابيز سكسسفلي، هقول له ايه؟ داتابيز created successfully وخلاص. I cannot create new database now وخلاص. وخلاص كده عملنا ايه؟ بس ده ال URL بتاعنا اللي من خلاله هنقدر نcreate new database. قلت له طب نجرب ده، بسم الله. خد وقت كده ثواني وقال لي database created successfully، مفيش مشكله. بكريت الداتابيز الدنيا بسيطه جميله. طب لو انا حبيت اكريت ارن تاني، لو جيت ارن تاني المفروض هكريت الداتابيز حاجه اسمها دي بي لاب تاني. تعال قال لي 400 وايه؟ 409 اي كان نوت كريت مش عارف ايه. قلت له 409 يعني لو احنا رحنا وقلنا له 409 دي عباره عن ايه؟ هيقول لي كونفليكت. كونفليكت تمام؟ يبقى الاساس كود 409 كونفليكت، في كونفليكت في ان هو يعمل الامر ده، وده طبيعي منطقي. تمام؟ يعني انا ممكن اقول له الف مثلا ان ده طلع 409، نقول له ريز ريدي كرييتد ذيس نيم، انسى خالص بقى لو ايرور تاني خالص، خلاص بقى قول لي ايه الرساله اللي انت ايه عارفها. لكن لو كده انا فهمت خلاص، فانا كده لو جيت عملت رن المره دي الموضوع بقى اوضح، وقال لي الداتابيز اوريدي كرييتد ويز ذيس نيم، الاسم ده اتعمل اوريدي معمول بالاسم ده. بقت العمليه بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي واضحه بسيطه جدا، بدي بس الايه اليو ار ال الجديد بتاع كرييت داتابيز والاوث زي ما هي معروفه، وبعرف بس الاكواد بحيث اتحرك ايه اللي حصل، اتنفذت ما اتنفذتش مش عارف ايه، كلام من ده مش اكتر من كده.